النواب عليكم الله يحلفكم بالأنبياء والأولياء. شوفوا معانا عند العوائل. أبرياء خلف قضبان نظام يأخذ الناس بوشاية حاقد أو بشهادة من مخبر سري يسوق الاتهامات جزافة دون وازع من حق أو ضمير. أغلب السجناء بالسجون أبرياء اللي راحوا ضحيات مخبر سري أو تهم كيدية واعترافات تحت التعذيب، بعلم الحكومة وتقارير من منظمات دولية أنه أغلب السجناء أبرياء. لذلك احنا منظمين وقفة احتجاجية اليوم امام مكتب رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بالإفراج عن الأبرياء. يتظاهر اهالي المعتقلين للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم ويؤكدون انهم أبرياء لم يقترفوا ذنبا، بل ان منهم منتسبون في الأجهزة الأمنية ومع ذلك لم يسلموا من ظلم اصحاب النفوذ في العراق. أقسم لك بالله ولدنا مظلومين، كل واحد يريدون عليه دفترين حتى يطلعوه. سيد الكاظمي احنا ما عندنا دفاتر، أقسم لك بالله ولدنا مظلوم. أنا من نفسي ابني منتسب ويداوم بدوامه بابتسابة، يداوم بالسامرة وتعارك ويا الضابط وصار بيناتهم مشاجرة وكل شيء ما صار بيه، وحكومة 30 سنة ويقول لي إلا تنطيني دفترين يلا أطلع. ضاقت الأرض على المظلومين بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم من جراء ما يتحملون من عنة ومعاناة، فراحوا يهددون بإيذاء أنفسهم، الشيء الوحيد الذي يملكون إيذاءه. كاف ظلم، كاف ظلم، والله مليانة. أنا بالنسبة لي والله 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 إلى ما طل قانون عفو عام أحرق روحي باب الخضر. أول واحد أنا أحرق روحي بالقرآن بالقرآن بالقرآن، أحرق روحي وأخلي التاريخ يسجده. كافي ظلم، كافي عمي، والله مظلومين، والله مظلومين بالقرآن مظلومين. غير أن الأرض إن ضاقت بمطالب الضعفاء فإن السماء لا تضيق بدعائهم. حسبي الله ونعم الوكيل على كل من ظلمهم.